أحد الدعاة يقول أن أسلوبكم بدعي، قال لم يتكلم السلف بأسلوب شنو زيكم كده غيركم، ما عارف غايته الكلمة. المهم يعني هو الكلام في الأسلوب. أنا ما أعرف بدعة في وين، في إنه تقف قدام الناس وتنقض الباطل وكلام المشركين، ده ما فيه إشكال. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأسواق، وطبعا بيكون غايزه جيتنا للجامعة دي إن شاء الله أي مكان وأي زمان، فهمت؟ حتى لو الشبكة ضعيفة بنجيك إن شاء الله، فهمت؟ حسب ما ربنا يقدرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في سوق ذي المجاز وقال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهمت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم على الحمار، انت قال البراو إن شاء الله في مشروع الكلام في الحفلات، المشروع جاي كصبر، فهمت؟ بعد بصلوال يقفلوا الأبواب، ولو ما قفلوها بين اثنين من أخواننا يقعدوا عشان الناس ما تتلب، ولو دار بندفع عليك والناس تدور توحيد في بصلوال، انت فاهم؟ ما دي الدعوة كده في الحمار. النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب الناس ماشيين، فقال بعض من أسلم حديثا قال ورأى للمسلمين سدرة ينوطون أي يعلقون بها ساحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مكان وأي زمان لابد نكلمك ونوريك، فهمت؟ بل ورد في صحيح مسلم، في كتاب الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام جاء سائل يسأل عن بعض أمور الإسلام، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل وعلمه ثم رجع وأتم خطبته. أسيدة لو حصل هنا بجهل الناس، بجهلهم وبعدهم من الدين، يقول لك أيوة دجنا الإمام يشيلوك يدعوك برا، فهمت؟ لكن احنا الحاجات دي ما بنعملها لانه عارفين انه الجهل متفشي والناس التوحيد ما عرفوه، نكلمهم بحاجات زي دي، فهمت؟ فالشاهد في الكلام انه اذا قاصد كوننا نتكلم في اي مكان، دي الادله قاعده والادله كثيره جدا. واذا قاصد انتقاد الناس باسمائهم ده من الدين، القران كشف الناس ووضحهم وجاب الاسماء بتاعين الضلال، والنبي عليه الصلاه والسلام كشفهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كشف ناس ما جوزاته. المسيح الدجال جاء الآن ما جاء، النبي صلى الله عليه وسلم كشفه ولا ما كشفه؟ قال وإني أقول لكم فيه قولا ما قاله نبي لأمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني مزيد من شنو؟ من التوضيح والبيان حتى يحذره الناس. فبنجيب لك أسماء المضلين. وأما كون واحد من الدعاة، أحد الدعاة ده من ذاته ده مجهول عندنا، والمجهول ده ما بناخذ منه علم من منهج السلف، وانه قال لم يتكلم السلف باسلوبكم الا يكون قاصد السلف البيجاي ديل، اذا 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 افترضنا انهم ديل من السلف، فهمت؟ فديل ما سلف. اما السلف تكلموا في باب جرح وتعديل الناس سواء كانوا رواة او غير رواة، وده من باب النصيحه للمسلمين. بتلقى كتاب كامل، كتاب كله جرح. ابن حبان رحمه الله من العلماء عنده كتاب اسمه المجروحون، كتاب كامل كله جرح، فهمت؟ فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان مبتدع، فلان حديثه باطل وكذب وموضوع، وفلان وفلان كله جرح، فهمت؟ كتاب كامل. وكتاب الضعفاء لابن الجوزي، فهمت؟ والعقيلي، وكتاب الإمام الذهبي ميزان الاعتدال وغيره، وده الناس علماء ورعين. فنحن لما نجي نتكلم ليه عن البرعي وعن فلان وعن فلان، ده من باب النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها أتعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا، وسمى رجلين. فالزول اللي بيقول أسلوب وما أسلوب، الزول ما عنده موضوع ساكت. طيب يا بتاع الاستمنة ده انت رايك شنو في أسلوبه ده؟ قال واحد الدعاء يقول أنكم لم شنو كده من كلامكم في الصحابة لما كنت مع محمد مصطفى عبد القادر ورديت عليه لأنه ردكم عليه ما تم الكلام. وقال لما رديت عليه وما تبتوا كيف يعني؟ كده لا يجي لي بشوال ويكا وقت رديتوا عليه وانتوا ما تبتوا، يعني كيف يا ناس؟ يا حالك الله، الله يهديك. انت ما تمشي تسمع لديل ولا من غيره
وتجي تتكلم ساكت. ذكر له واحد كده، المهم خلينا من فرصة مفتوحة لأسئلة ومداخلات، فرصة مفتوحة سؤال أو مداخلات. ما في سؤال؟ نحن بنحذركم من إنه تمشوا للنازل صار سنة ديل، إلا لو داير تحت النبق والقرد ومشيت ليهم فأنت تكون وقعت في مخالفة من المخالفات، ما بجوز تمشي لهم، لأن ربنا سبحانه وما شهم براهم. أي زول بيجيب باطل، حتى لو أنا ذاتي جبت بقيت أجيب باطل، ما بجوز تقعد معي ولا تسمع لي. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والآية دي استدلوا بها العلماء، ما نحن، القرطبي وغيرهم من السلف، على عدم جواز مجالسة أهل البدع والضلال. فهمت؟ ودائما ما يكرر هذه المسألة الإمام القرطبي في تفسيره عليه رحمة الله، فما بجوز تقعد مع الناس ديل ولا تسمع معهم. والود القبيل بيقول إنه أنصار السنة بيتكلموا في التوحيد، صار السنة قالوا إنه بيجوز التعاون مع أهل البدع، فيعني ممكن يجيبوا لك صوفي تتكلم فيه كيف مثلا وهمتهم الجديدة، يقول لك نتكلم في الشيعة. فهمت؟ عشان تتكلم في الشيعة ممكن تتعاون مع الصوفي، زي ما عبد الرحمن حامد جاب الأخوان المسلمين وقال بكرة إن شاء الله في مسيرة مع التجانية في درس البخاري في مسجد كشومة. فهمت؟ وتجانية وصوفية وماشيين معانا وأخوان مسلمين جزاهم الله خير، ومعهم واحد سروري. فهمت؟ ضد الشيعة تمشي معهم، أهتاني حتتكلم معه كيف؟ خاصة إذا كان هذا المبتدع والذي ينقط لك القطرة. ها؟ وزي ما قالوا، زي ما قال المثل السوداني: دابي في خشم جرادايا ولا بعضي. صح ولا ما صح؟ ديلا يا ديلا الدوم سيوسي وكامل، ثاني عضيك بوين؟ فهمت؟ فده هو الساكت، ما تمشي وتباريهم وتقعد لهم. وجميع الأحزاب القاعدة دي كلها أحزاب بتاع ضلال وطرق بتاع الشياطين، ولو مشيت معهم ما بتستفيد. أنا أكلمك بصراحة، طبعا الصوفية ديل الحمد لله كثير من الطلبة أو غالب الطلبة عارفينهم، أنت لو مشيت معهم بتوسخ هدومك ساكت، فهمت؟ ويملوك بوزاق ويسلبوا قروشك إلى آخر، ده غير الشرك والباطل والضلال. في زول بيقول لك: أي والله كلامكم صح، لكن الجبهجية ديل أصحاب السمينة، لابد نمشي معهم. أوي والله تمشي معهم ما بتلقى حاجة، أنت ما شايف الآن الجبهجية؟ الجبهجية بيجوا يخشوا المحاضرات، زمان الجبهجي ما بخش محاضرات. ليه؟ لأنه ممكن يكون بصح ورقته ذاته. فهمت؟ الجبهجي بقى ضعيف، الجبهجي ذاته الكوز بقى ضعيف، زمان الكوز ده كوز بتاع طلس، لكن هسه بقى كوباية ويدها مقطوعة ذاته. فهمت؟ ما عندهم حاجة. بعدين لو ما بقيت عندك ظهر، ما دي هو الفهم بتاعهم عندهم هم، لو ما بقت عندك ظهر وكده ما بقدموك حتى في التنظيم، ما بتبقى رئيس اتحاد، وجوا في مشاكل تقسيمات أولاد شنو ما أولاد شنو، كلام كثير ما لك ومالو. أما الشعبيين ديل عبارة عن كيزان ناقص قروش، بدوك شعبيين ما تمشي معهم. زي ما قال الشاعر، قال: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فهمت؟ زي ما قال الصوفي داك، ينطبق علي هذا البيت أيضا: جيناك يا كاب الهمل، لا دنيا لا دين لا عمل. أنا عازمك تبني معي حيطة ولا جنو. فهمت؟ فهو الساكت ديل كلهم عواليق وعطالة، ما عندك بهم شغل، ولا حزب أمة ولا حزب تحرير ولا غيرهم، ما تمشي مع الناس، خليك مع الكتاب والسنة، وشوف قرايتك دي، نجد شهادتك، اشتغل وتزوج كمان عشان ما تخش في الجماعة ديلك. واستعين بالله ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك أمورك. طيب، قال: ما هو حكم الاختلاط في الجامعات وموقف جماعة أنصار السنة منه؟ أول حاجة، نحن ما أنصار السنة، يعني نحن ما جماعة أنصار السنة المحمدية، هذيل لك لهم بغادي، عرفتها؟ لأنه ده بقى من الإساءة. زول يمشي يرقص مع صوفية، يمشي يقعد معاه، ويمشي يعزه في داك بتاع طابة الجيلي، مشي يعزه فوقه، ورحم الله الفقيد بقدر ما قدم. أنت عارف الفقيد ده قال شنو؟ أنت بتترحم ساكت؟ الفقيد ده قال السمانية أهل الله، قال يوم القيامة الصاقط بنمرره، وربنا سبحانه وتعالى قال: ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام
يشوف الناس يطردون من الحوض ويضربهم تضربهم الملائكة، فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلا يملك لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقذهم بعد أن ضلوا، فهمت؟ فيقول سحقا لمن غير وبدل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر، أو بعير له ثغاء، أو بقرة لها خوار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. فهمت؟ فأنت لو جيت بباطل ما بتقدر، النبي عليه الصلاة والسلام ما بينقذك، فضلا عن يكون الجيل ده أو غيره من الصوفية يمرقوك. وزي ما قالوا الختمية في الكذب بتاعهم، قال: إذا كنت في هم وغم فقل يا مرغني آتيك بسرعتي. وقال بتاع القادرية: مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة برضو بشيلك. وأبو قرون قال: يا ليل ليلك جكا ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل جكا دربهم زلقيبه مطيا، يوم الحلوق الكظم أبو قرون بجيش تنظم. قال بيجوا عابرين الصراط جيش. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ربنا قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما في زول بيجي معاك، ولا في زول بأحد يحاسبك، ما في أحد يحاسبك إلا الله سبحانه وتعالى. برضو زي ما قالوا الشيعة، قالوا الأئمة يوم القيامة، والأئمة بريئون من هذا الكلام، قالوا الأئمة يوم القيامة هم الذين يحاسبون الناس. والسمانية ذاتهم هنا في كتاب النصرة العلمية عبد المحمود نور الدائم، قال الشيخ أول حاجة بيعرضوا عليه والروح أول حاجة، حتى بعد ذاك تمشي للسعداء والأشقياء أول حاجة. عرفتها؟ دي العقائد الصوفية الكفرية. وأما الاختلاط محرم، بقى في الجامعات، بقى في السوق، بقى في غيره، الاختلاط حرام ما بيجوز. عرفتها؟ وما يجوز للإنسان أن يختلط بالنساء وأن يمشي مع النساء. عرفتها؟ بعد ذاك بعض الناس أو بعض أهل العلم أفتوا إنه الذي يدرس يدرس إذا كان عنده دين يحميه من هذه الشهوات، وكان يبين هذا الكلام للناس ويعظ الناس إلى آخر. فبعض العلماء جوزوا هذا الكلام، وبعض العلماء قالوا حرام، ما بيجوز القراية في الجامعة المختلطة، تقرأ في الإسلامية أو غيرها من الجامعات الما مختلطة، وده ذاته الأنفع للطلبة. نحن ما قرينا الجامعات وعارفين الواقع الفيها، ده الأفضل للتحصيل العلمي. لو قريت النسبة بتاعت التحصيل في جامعة مختلطة الأفضل، لا إنه الجامعة تبقى جنو، تبقى مفصولة، طلاب برام والطالبات برام، فهمت؟ لأنه الناس بتكون همها كله، الهم كله لكثير من الطلاب، وغالبية الطلاب إلا من رحم الله بتلقى الهم كله جنو، تلقاه الهم كله إنه بس داري يتقيف ويتجيه، وفي الحفلة تلقاه ما داري يقعد، دار تلقاه مشمع، يود في أربع كراسي فاضي، يقول لك لا، لأنه المكوى السيف دي ممكن تتكسر وليس راجو. يا ناس الشغلة دي جايطة، وتلقاهم السنة كلها داكين المحاضرات، فهمت؟ وقاعدين في النجايل وماشيين لافين وقاعدين في الغابة هناك. ده غير المصايب اللي بتحصل، مصايب بتحصل. تدار المايقومة دي بتتملي من وين؟ المايقومة دي بيجيبوا لها تراب من أم درمان، تتملي بشنو؟ عرفتها؟ ما بسبب السفه ده، وانتشار الفواحش والمنكرات، وتيسير أسباب المعصية. أسباب المعصية كثيرة، فهمت؟ والزول لو داير ولا بفكر ذاته ولا بتفكر ذاته، والله الإنسان يخاف لما تجي تخش بعض مرات بعض الجامعات والكليات، تخاف إنه ربنا سبحانه وتعالى يأخذ الناس بعذاب بلاوي، فهمت؟ ولذلك أخواننا الإنسان عليه أن يبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. عرفتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: إياكم والدخول على النساء، فأنت تبعد. دي الشريعة قالت كده. إذا بقيت كده تبقى زول راجل ومالي مركزك، أما إذا بقيت تختلط معهم تبقى زي الأولاد ديل، ما في أولاد ما بتقدر تفرق بيناتهم إلا تفتح عينك مع بينه وبين المرأة، لأنه الاحتكاك يا أخواننا يؤثر. المرأة بتشيل من صفات الراجل، والراجل بيشيل من شنو؟ من صفات المرأة.
عرفت؟ عشان كده الراجل يبقى براو والمرأة تبقى برا. وذاته فيه يعني عدم شغل الأذهان. أنت دار تتزوج أمشي دق الباب يا أخي، أمشي تزوج ربنا بعينك. طيب، يقول أحد المشايخ الصوفية أن ترك لا يفيد المنع، وهذه قاعدة أصولية. قال إنه الترك لا يفيد المنع، ده في شنو؟ لكن لو سلمنا معاك بالقاعدة دي، ده في شنو؟ العبادات العلماء قالوا الأصل فيها المنع، والترك فيها يدل على المنع. ودليلهم على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، وهذا الحديث قال عنه الإمام أبو داود يكفيك من السنة أربع أحاديث. حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا مقياس الأعمال الباطنة زي الحب والرجاء والخوف والاستعاذة والاستغاثة إلى آخر، فيكون أيضا في القلب، والتوكل والخشية والرغبة والرهبة. وكذلك في الأعمال الظاهرة قالوا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل وما مقبول. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو شنو؟ فهو رد. فيبقى الأصل في العبادات المنع. ربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأي زول يجيب عبادة نحن بنقول له شنو؟ جيب دليلك، وإلا تحرف الإسلام كما تحرفت النصرانية واليهودية. فأي عبادة لابد فيها من شنو؟ من دليل. وهو دار يقول الكلام ده عشان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. العلماء بيقولوا ما كان سببه المقتضي لفعله موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه بدعة، زي التسبيح بالحصى أو التسبيح بالسبحة. هل كان في حصحص في تمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما في؟ قام يا دوب لما جاء صوفية التمر يا دوب وجد في الدنيا، ما قاعد من زمان. وفي حديث ابن مسعود لما أنكر على الناس القاعدين في المسجد وواحد واقف وقاعدين حلقة ويزول جمع له 100 حصحاصة، يقول لهم سبحوا 100 يسبحوا 100، احمدوا 100 يحمدوا 100، كبروا 100 يكبروا 100، ابن مسعود أنكر عليهم. عرفته؟ ولأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا، لأنه دي عبادة. فأي عبادة دي خليها قاعدة عندك، أي عبادة الأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل. فالعلماء قالوا ما كان المقتضي له موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه من البدع. طيب، قال ما رأيكم في قول إنه لا يوجد مجاز في القرآن، وأن علماء السعودية يفتون على رأي السلطان؟ طبعا ده سؤالين. أول حاجة مسألة المجاز، في بعض العلماء أنكروا حتى في لغة العرب، حتى في لغة العرب ذاته قالوا ما بخليك من القرآن، لأن المجاز يا أخواننا هو يجوز نفيه. يعني لما أجي أقول لك رأيت أسدا، رأيت أسد، أنت ممكن تجي تقول لي لا ده ما أسد ده زول، لكن قول شجاع ما تقول أسد. يصح له ولا ما يصح له؟ يصح له. هسه هل ده أسد؟ ما أسد، زول لابس بنطلون أسد كيف يعني؟ فهمت؟ ممكن يكون قاطع نص. المهم فده بيجوز نفيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. انت تجي تقول لا ما وعد الله الذين آمنوا، ها تنفيه؟ بيجوز تنفيه؟ ما بيجوز لك. ولذلك العلماء قالوا ما يجوز أن يقال أن في القرآن مجاز، لأن كل كلام الله حق. ربنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، والمجاز من تبديل الكلام، وهو السميع العليم. طيب، أما قال علماء السعودية يفتون على رأي السلطان، هذا كذب، ده كلام باطل. وإنما هم يفتون، نحسبهم والله حسيبهم، يفتون على ما صح عندهم من الدليل. وأصلا الشبهة دي من شاء كان من السرورية، ناس عبد الحي يوسف و
الأخوان المسلمين وغيرهم، لما أراد صدام حسين أن يضرب العراق، صدام حسين بعثي عنده الأفكار الشيوعية، لكن قال عرب عرب، قال همال العالم كله للعرب بس الاشتراكية دي، ده فهمه، وده موضوع يطول وبابه براو. المهم لما جاء يضرب الدولة، دولة التوحيد، الدولة السعودية، ويضرب الحرمين، العلماء قالوا في السعودية أفتوا، قالوا يجوز الاستعانة بالكافر لدفع المسلم الظالم، ده لو كان هو مسلم، لكن نفترض معاك انه مسلم، ها، انه يجوز الاستعانة بالكافر لدفع المسلم شنو؟ الظالم. قاموا الاخوان المسلمين، شايف علماء السلطان مرقت من هنا، وهؤلاء يفتون على اهواء السلطان، وهؤلاء علماء حضن ونفاس، وبدوا شنو؟ بدوا يذكروا. العلماء جابوا لهم انه الكلام ده افتوا به ائمة المذاهب الثلاث، والنبي عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريقط أو أرقد في الهجرة النبوية، ولا ما استعان به؟ عبد الله بن أريقط كان مسلم ولا كافر؟ كان كافر. وذكروا أدلة كثيرة العلماء على هذه المسألة. لما جاء الربيع العبري وحدثت العصر للأخوان المسلمين مع الغزافي في ليبيا، وبدوا الحرب معه، وقالوا أمرقوا على الغزافي وكافر، وطلعت الفتاوى، والغزافي عصرهم في البداية عصر تقيل، قاموا الأخوان المسلمين على رأسهم القرضاوي الكلب العاوي، قال لا، كيف أمريكا والعالم الدولي والعالم الكبير لماذا لا يقف معنا في قضايانا؟ وأكواك قام جاب حلف الناتو، حلف الناتو ده فيه منهم؟ ده فيه ولا إما الأربعة؟ ها؟ هل كان فوق علماء السعودية حلف الناتو؟ ده فوقه دول على رأس أمريكا، جو ضربوا ووقفوا مع الأخوان المسلمين وضربوا القذافي. هل إيه بقى حلال؟ ده ما سؤال. هل ليبيا فوق الحرمين الشريفين؟ أنتوا بتمشوا تطوفوا هناك القرضاوي؟ بيطوف في سرت ولا يسمى شنو طرابلس؟ بيطوف هناك؟ فعشان تعرف إنه ديل عبارة عن مجموعة من السفهاء والشفوت. طيب ده جاوبنا عليه. قال هل يجوز المجالسة مع الطلاب الصوفية في الجامعة في كلية واحدة؟ ما بيجوز تجلس معهم في جامعة في كلية في غيره، ما تقعد معهم إلا لمن تكون المحاضرة، وكمان في المحاضرة لو قعدت تخالفهم كويس، قعد قدامه رجع ورا، رجع ورا امشي قدام، ما تقعد معه والله، لأنه يا أخواننا ده زول بيفتري على الله، وأعظم ذنب الشرك، زول بينشر في الشرك والباطل والضلال، تقعد معه كيف؟ ما بجوز لك تقعد معه إلا يكون عندك علم ودار ترد على باطل، وكان هناك مصلحة شرعية، أو هو نشر كلام باطل بين الطلاب في الكلية، فيجوز لك تقعد معه للرد عليه بعد ما رديت تتخرج منه، أما غير ذلك ما بجوز لك تقعد معه. طيب قال ما هو رأيكم في شيخ بشرى في الحاج يوسف وهو يدعي نزول الوحي جبريل عليه السلام مع الحلف ويد على المصحف الشريف وجزاكم الله خيرا؟ بشرى ده زول دجال مجرم ساكت، ومعه جماعة شغالين معه، بيقوم بيجيب ميكروفون في السوق وبيزعم انه بيقرأ آيات من القرآن، ومشغالين معه رجال ونسوان، يعني لما يقرأ القرآن واحدة بتعمل فوقه يتأثرت وانه الشيطان جاء ووك وتقعد تكورك وتتدردق، قاعد في اليوتيوب لو خشيت بتلقاه، ما ننصحك تعال لذاته، فهمته؟ والناس يتدردقوا ويعملوا عمايل، وواحدين يعملوا فوقه بيحجزوهم وكده، عشان شنو؟ عشان انت تقول يا سلام بالله، شوف الناس زي الزول ده قرايته اثرت مع الناس، وبعد شيء يعمل لك فوقه بيقى كويس، عشان تعمل، عشان يحصل شنو؟ عشان تجي معه. ودي اصلا الاعيب الصوفيه كده. ابن كثير وغيره من العلماء ذكروا في ترجمه الحلاج الصوفي المدح البرعي، الحلاج ده كان بيقول وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيستي. البرعي قال علم الحقيقه من يبوح بسره يكن مباح الدم كالحلاج، في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، مدح الكافر ده، فهمته؟ المهم ده قال لك من إجرامه كان بيسوق الدرويش بالليل، بيمشوا محلة بعيدة في الخلا، يقوموا يدفنوا لهم جداد وتفاح وحاجات ظريفة، حاجات ما بتتلقي في الخلا، بعد ذاك نصة نهار طبعا ذاك شغال معه الفكيمة، شغال معه الدرويش، يقول له أبونا الشيخ يا أخ لو طلعنا في سياحة حتى نتفكر في آلاء الله، فهمت؟ ما هو ده استدراج كده، بيقوم بيمرقوا، يقول لك كده أن نمشي بجاي والله في
بعض مرات في شجر سمح، وانت بعد ذاك كلمنا عن الايات اللي في الشجر وكذا ونتفكر فيها. لا اله بيمرقوا لما خلاص يعملوا التمثيليه حقتهم المسرحيه، بعد ما خلاص يجي يقربوا يجوا راجعين يقوم يقول لي ابويا الشيخ يا خالك الله يا احمد جيب لي جداد ولا تفاح مشوي. طبعا الزول العاقل بيستغرب، زول ده مجنون ولا شنو؟ عليك الله ابويا الشيخ عليك الله. يقول له انت كم ما انت، انا ما كان عملت كده. لكن يقوم عديله امشي احفر هنا، يحفر يمرق دفنوا سوا. اظن المثل مرق من هنا، المهم ما بعرف امرقوا والجماعه تاخذوا فوق. يقول لك يا سلام، نفس الشغله برضو عملها. مشى الحلاج مشى مع واحد عامل فوق عميان، قال لي انت تعمل فوق زوز صلاي وما تمرق من الجامع وكذا فتره، بعد شيء تعمل فوق اصابك العمى، عمل نفس الشيء المطلوب، وبعد فتره تقول لهم في يوم كذا وكذا انا شفته في النوم بيجي واحد صالح من شكله كذا وكذا صفه الحلاج. فالزول ده بالله لو جاء خلوه يدعو لي الله، لانه الزول ده زول صعب، زول خطير. يجي يوم الحلاج زي الوهمات بتاعت الصوفيه والعوالق دي، الواحد تلقاه جاي في الصف الاول ما غاموها، انت مالكم على الصلاه، انت امرق برا، امرق اجدع الحجاب اول حتى بعد اخش الجامع. فده بعد ما شاف الحلاج، شافوا الحلاج قالوا بس يا اخواننا ده ما الزول ذاته اللي وصفه لكم، اقبضوه والله الزول قال لنا وما بنخليك لغايه ما تدعو لنا الله وكده. فيقول لهم خلاص انتم مش مصرين، والزول ده والله جانا قريب لكن سبحان الله عمي وكده وشافك في رؤيا وكده. يقوم يعمل فوق برضه بيدعو، ذاك يقوم يفتح، هي الله عيوني فتح، الجماعه تاخذوا فوقه. يقوم يجي يقول لي لا لا لازم تدعو لي ولازم تدعو لي ولازم تدعو لي، فهمت؟ يقول لهم ويجوا يدوا حاجات وامور وقروش، يقول لهم انا ما دايره، انا زول زاهد في الدنيا بدعو لكم، لكن لو دايرين زولكم المسكين ده ادوها له. طبعا ده الكاشير، انت ما فاهم الحاصل، فهمت؟ امرقوا بغادي زي ما قالوا الشباب يعملوا لها ابو القاسم، قاسموها سوا، فهمت؟ فده الفعل بتاع الصوفيه. وكان حتى سبحان الله في التلفزيون السوداني زمان احنا حضرنا قبل ما نهتدي، كان جابوا مسلسل اسمه ابطاقيه، شيخ ابطاقيه بدري، اثنين كانوا شغالين في البريد والبرق، طبعا في الاله بتاعت البريد والبرق القديمه ديك قبل التلفونات، بيتكلموا بطقه معينه بيعرفوهم، تطق طقه معينه ده الحرف باء، طقه معينه كده بتكون جمل وكلمات. زمان الناس بيمشوا للزول في البريد بيقول لي يا اخي عليك الله قول لي فلان ده في عبره، قول له يا اخي عندنا حاج فلان ده توفى، امشوا كلموه. فبيمشي يوروا البريد، بعد ذاك بيمشي يكلموا الزول بيركب القطر بيجي. فده ديل كانوا زمان كانوا شغالين، لما انا شالوهم المعاش او لقوا انه الشغله ما جاب لهم قروش كثيره ولقوا الصوفيه منتشرين وغاشين الناس، قاموا عملوا الحركه دي، بيشتغلوها بالمبخر ما بالاله، واحد قاعد جوا واحد قاعد برا. اسمع انت اسمك منه؟ وذاك عامل له مبخر شايل معاه قناه بطق المبخر، اسمه فلان، ذاك فاهم طبعا ما شغال معاه، فاهم الا الشغله دي. فبعد ذاك بيقوم بيعرف اسمه، مما تجي خش وين يا محمد كيف تمام والله امك ان شاء الله ما عندها عوجه ومشكلتها محلوله، وكمان غنمايتكم الراحه ديك انا عارف اضانه الشمال مشقوقه، ويوريك يقول لك الزول ده عرفني اي والشغله مشت على كده. فده شغل بتاع لعب بشرى والعوالق ده. اما كونه يجي يقول جبريل نزل له او بوحي او بغيره، فده يا اخواننا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. جبريل ما بينزل الا على منه؟ على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. عشان كده في حديث ورقة بن نوفل لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ورقة قال إن ذاك الناموس الذي كان ينزل على موسى، عرفته؟ وعمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما لما مشوا للصحابية في صحيح مسلم لما وجدوها تبكي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها ما يبكيك، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فجلسا يبكيان. ده يجي يقول لك تاني في وحي برضو عبد المحمود نور الدائم صفحة 200 كتاب زهير الرياض، قال جاءتني صحيفة من قبل الحق مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم إلى عبد أحمد الطيب. ده كله من نواقض الإسلام، فهمت؟ دي كلها نواقض للإسلام، فده كله من الباطل وعندهم أكبر من كده. ما حكم المسح على الخفين
المسح على الخفين من السنن، والعلماء ذكروها في كتب العقائد. ويمسح الإنسان يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر إذا أدخلهما طاهرتين، إذا أدخل رجليه في الجوارب أو في الأخفاف طاهرتين، فيجوز له أن يمسح يوم وليلة، خاصة مع الشتاء الأيام ده هذه الأيام، فهذه رخصة وسنة من السنن الإنسان يطبقها. والمسح على الخفين يا أخواننا بيكون على ظاهر الخف، تمرر موية على ظاهر الخف، ناس بيقوم يغسلوا عديل ما بيتغسلوا لأنه ده تخفيف من الشريعة، عرفتها؟ وفي ناس بيعملوا بيتحد، هذا ليس من السنة. ولذا قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. فيمسح على شنو؟ يمسح على ظاهر الخف، وده تخفيف. مرقت من البيت على وضوء ولبست الشراب والجزمة وجيت المحاضرات وجاء الظهر واحتجت تدخل الحمام لتتجهز للصلاة، تدخل الحمام لما تتوضى ما تمرق الشراب، بعد ما تتوضى تقوم تمسح شنو؟ على الشراب من فوق مسحة بسيطة وبلل من الموية، وتمسح وتخش الصلاة طوال، وصلاتك صحيحة ولا تتحرج. في ناس بيتحرج يقعد عائلة جنبه، في زول شايفني انت مالك يا زول، شريعة ادتك اصلا ما تتحرج. ربنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، إذا قلت محرم على أن آكل في هذه الكافتيريا، هل يجوز لي أن أرجع وآكل فيها مرة أخرى؟ ما عارفا إذا قلت محرم ولا حرم ولا قاصي شنو، ما بعرفه. ما بجوز يا أخواننا الإنسان يقول حرم وكذا، أو بعد مرات تلقاه عزابي، فهمت؟ وأصغر واحد في البيت تقول حرم على شنو؟ وده يا أخواننا بدخلك في حرج في الشريعة. وأصلا التحريم حرم دي معناه شنو؟ معناه الراجل يقول لمرته: أنت علي كظهر أمي. ده يسمى بالظهار، وده فيه كفارة ثقيلة، وأنت مع الإنسان ينزه لسانه عن هذا الكلام. قال: سمعت من الخبيث علي الجفري يقول حديث قدسي، قال ربنا تعالى: يا عبدي أعبدني أهبك أن تقول للشيء كن فيكون. برضو نفس الكلام قالوا بتاع الطريقة الكباشية، وهذا الكلام موجود عند الشيعة، ما حتى عند الصوفية ما في. هذا الذي يزعم له أنه حديث قدسي ما في حتى عند الصوفية، فده أخواننا ما في دليل. كيف يعني أجعلك؟ وده مخالف للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وده قام استدل تاني، قال واحد قال له: إذا ما في ناس ضعفوا الحديث، ده بتاع الكباشة. قال له برضو قال: الحجة عندنا موجودة، ربنا قال لهم ما يشاءون عند ربهم. طيب الآية دي في الجنة، ربنا قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. شفت أهل البدع دائما بيقطعوا الأدلة ما بتموها. والعلماء بالإجماع، الطبري والقرطبي وابن كثير وغيره، قالوا لهم ما يشاءون في الجنة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، عرفته؟ وتاني قال برضو عندنا دليل تاني: لئن سألني أعطيته ولئن استعذني استعذته. وده برضو ما فيه دليل. وابن حجر لما ذكر هذا الحديث في شرف الأولياء قال: واستدل بهذا الحديث قوم من الزنادقة، في صحيح البخاري لما رد على الناس اللي بيستدلوا ويفهموا هذا الحديث فهما خاطئا، قال: واستدل بهذا الحديث قوم من الزنادقة على أن العبد يقول للشيء يكون فيكون. والحديث ذاته برد عليهم، لأنه في الحديث قال من بدايته قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. طيب لو أنت بتقول للشيء يكون فيكون، سائل الله ليه؟ سائل الله ليه؟ ما أنت بتقول للشيء يكون فيكون، ليه تاني سائل الله؟ لأنه الحديث قال: ولئن سألني. طيب أنت سائل الله ليه؟ ولئن استعاذني، أنت عارف الاستعاذة معناه شنو؟ معناه الاحتماء واللجوء مما يخاف الإنسان.
عشان كده انت بتقول قل اعوذ بربي الفلق من شر شنو؟ ما خلق. طيب قال في حال التدهور الحاله الاقتصاديه الحاليه ما هو راي الشرع في عمل المراه؟ في حال التدهور الحاله الاقتصاديه الواجب على الناس ان يتوبوا الى الله مش عمل المراه. الناس يتوبوا الى الله. هو الموضوع هسه في العماله يعني؟ ما هو يبقى كلامك ده صح اذا كان الموضوع في العماله وانه عندنا مشاريع شغاله لكن مشكلتها انه العمال نقصوا. العمال نقصوا بس واقفين على العماله. بعدك نمشي نشوف فتوى للمراه. ونحن مشكلتنا هنا، نحن مشكلتنا في الشرك. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. ابن كثير قال الفساد غلاء الاسعار وذهاب البركه وجور السلطان وشده المؤونه بسبب شنو؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الحل شنو؟ لعلهم يرجعون. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين. الشرك سبب تدهور الحاله الاقتصاديه. ما بنتصلح الا اذا تبنا ورجعنا الى الله. لكن ما دام النوبات قاعده الدولار ماشي لسه ماشي والمعيشه كلها. وانت ما دام انت كانسان مسلم ما تقول طيب يا اخ ما معناها الشغله دي ان نرحل من البلد دي. انت ما دام مستقيم على امر الله وعلى التوحيد والسنه ومطبق الاوامر اللي ربنا امرك بها ربنا بيرزقك. لو الرغيفه الواحده بقت ب 100 جنيه ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك حق الرغيفه، ما تشيل هم. عرفتها؟ وده من التوحيد ذاته. عرفتها؟ فما تشيل هم، لكن انت اصلح نفسك، واي زول فينا اذا اصلح نفسه سينصلح حال الامه جميعها. فعمل المراه في الاصل مكان البيت وتقعد في البيت. ربنا قال وقرنا في بيوتكن. والنفقه واجبه على الرجل. ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالراجل محل العمل وان يخرج ويكسب وان يطعم من يعول. واما المراه فوظيفتها ان تهيئ المنزل وان تربي الاطفال والاجيال، هذه هي وظيفه المراه. لكن اذا اضطرت المراه للخروج وتعمل فتخرج اولا اذا خرجت للعمل تخرج بالحجاب الشرعي وبما امر الله. ثانيا ان لا تعمل في اماكن الاختلاط والفتن وان تبعد من اماكن الاختلاط والفتن وان لا تعرض نفسها لهذه الفتن. فهمت الحاصل؟ وتتقي الله سبحانه وتعالى، ومتى ما وجدت الكفايه ومن يكفيها ترجع الى ذلك الاصل. اما الوحده الداره تشتغل ودارة يعني تركب العربات ودي ظواهر بقت غريبه علينا نحن كسودانيين وكمسلمين. واحده تلقاها راكبه عربيه زمانها موظفه وشغاله وعندي قروش وفاكه الطرحه وسايقه. ها لو فكيت الطرحه الرادار ما بيقبضك يعني ولا فهمت؟ كويس؟ فده هوس، ده شغل بتاع هوس. وده كله يا اخواننا تقليد بتاع المسلسلات. تكون شافت لها مسلسل تركيه وبقت تقلد فوقها. ولما ترك خلاص لما ركبت العربيه دي خلاص زول زيها ما في. يا ناس ده هوس دي عباره عن اوهام، ناس بتعيش عشان تحقق اوهام. شنو يعني ركبت عربيه ولا ما ركبت عربيه؟ ده ما موضوع يا اخي. طيب ما حكم من ينكرون عذاب القبر او لا تقام عليهم الحجه فان اصروا بعد قيام الحجه كفروا؟ لأن هذا من الأمور الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ومعلوم من الدين بالاضطرار. وده الكلام ناس الترابي وغيره ما عندهم فيه حجج. ماذا تقولون في الحاكم المسلم الما طبق إلا الشريعة وإذا كان لا يجوز الخروج عليه لأنه مسلم هل الإسلام شعار فقط؟ لا شنو كده التطبيق وشكرا. طيب ماذا تقولون في الحاكم المسلم الما طبق الشريعة؟ أول حاجة سؤال غلط، وده ذاته حكم بغير ما أنزل الله. عرفته؟ فأنت ما بتطلب حكمنا نحن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جو الحاكمين يختصموا له قال لأقضين بينكما بكتاب الله. فأنت ترجع للكتاب والسنة. ربنا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وزل أصلا خات حكم مسبقا بعد ذاك بقى يسأل. فهمت؟ فبنقول لك أول حاجة نحن ما قلنا قالت الشريعة قالت أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. تطيع الحاكم ما دام أنه مسلم. وقال ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة
قال على المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره إلا إذا أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي فيما أمر به. لكن ما معناه يخرج؟ يعني قال لك أشرب الخمر ما تشيل فرارك ودار تمشي تقليبه، فهمت؟ ما تشرب الخمر، عرفته؟ ما تشرب الخمر، قال لك أشرب الخمر ما تشرب الخمر، فهمت؟ لكن ما معناه تخرج عليه؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، يعني واضح لا تأويل فيه، عندكم من الله فيه برهان، يعني يكون عندك عليه دليل. الحاكم ده يكفر بشيء واضح، سب الدين عديل، سب ربنا سبحانه وتعالى، أنكر الصلاة، عرفته؟ أنكر الحج، إلى غير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقع في مكفر، ده الشرط الأول للخروج على الحاكم المسلم، أو على للخروج على الحاكم عموما. أما المسلم لا يجوز الخروج عليه. الحاكم إذا كفر نمرة واحد، في شرط ثاني إنه بعد ذاك تشوف شرط القدرة، لأنه ما ممكن الحاكم كفر بجاي طوال أي واحد فوقنا يقوم البجر له فرار والبجر له شنو ما أعرف والبجر مفراكة ودارين نخرج، والحاكم عنده بومبان، فهمت؟ وعنده دبابات وعنده سوخوي طيارات، بنزل فيك برميلين بنتهي من الشارع كله، الخرج وشد بنتهي منه. فهل يعقل؟ والدليل على ذلك الناس شايفة يوميا سوريا ومين ومين ومين، الآن شوف الناس ذيل حاصل عليهم شنو؟ بشار الأسد، بشار انتو تدافع عن بشار، ها كافر، كافر تكعيب، كافر أسي مايكرو كافر، أها مش كافر، أها الحاصل شنو على الناس؟ لأنه الناس ما طبقت الشريعة، عرفتها؟ بعد ذلك العلماء قالوا بعد شرط القدرة أن لا يحصل على أن لا يحصل منه مفسدة مساوية أو أعظم. يعني إذا كان أنا بشاكل مع الحاكم وبتحصل مفسدة نفسي، مفسدة إنه قاعد، الفائدة إنه أنا أمرك شنو؟ ما في فائدة، عرفته؟ أو إنه تكون مفسدة أكبر، ما في فائدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مرق على ناس أبو جهل اللي كانوا ماسكين مكة، ولما جاء أبو جهل وكان يعذب الصحابة وطعن سمية رضي الله عنها في موضع عفتها حتى ماتت رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا، الشعب يريد إسقاط أبو جهل. هل حصل الكلام ده؟ لقاك حديث زي ده؟ ما في، ما في. ليه؟ لأن الشريعة تأتي بتحصيل المفاسد، تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، عرفته؟ بعد ذاك ننصب لنا زول زيه، يعني لما يمشي بشار ويجينا بشير، نحن يعني عملنا شنو يعني؟ بشار مشى وجا بشار ثاني، حصل شنو يعني؟ عرفته؟ ولذلك يا اخواننا دي شروط الشريعة فيها، حتى في واحدين بينتموا للعسكرية وكذا وعندهم فهم في المواضيع دي، قالوا نحن من ناحية أحاديث الموضوع ده ما مقتنعين به، لكن من ناحية عملية مقتنعين به، عرفته؟ لأنه شاف قدامك، شفته قدامك، ولا بيكون في أمن ولا في طمأنينة. ألا لما أشوف الكفار ديل ليه ما بيعملوا؟ يجينا أوباما يغشنا نحن المسلمين، الإسلام دين ثورة ولابد من خلع الظلم وكذا، معناه في ناس حييجوا يشيلوا الظلم ده انتوا وقفوا معهم، ونحن المساكين نجي جارين. طيب ليه أمريكا ما كان فيها؟ ما فيها ثورات؟ ليه؟ ما في إسقاط نظام ليه؟ مسلمين؟ الزول اللي بيقول الكلام ده ما تمشي تشيل أمريكا، يقول لك يا أخ معقولة يا أخ؟ أمريكا ذاتها نشيلها نحن؟ ما بنقدر. يا سلام عليك، يعني هناك ما بتقدر ما تشيل وهنا ما بتقدر تشيل؟ فده يا اخواننا كلام ذاته مخالف للعقل والواقع. وربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ده إذا الحاكم بقى كافر كفر شنو؟ أكبر، كافر كفر واضح عندنا فيه برهان. أما إذا كان المسألة فيها تأويل أو عنده علماء بطانته، فيها علماء سوء يزينوا له الباطل، فما يكفر وما يخرج عليه. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ما خرج على المعتصم وغيره أو المتوكل وغيرهم، مع أنهم كانوا بيقولوا بمسألة كفرية وهي مسألة خلق القرآن، لأنه كان قاعدين جنبهم علماء ضلال، ناس عمرو بن دؤاد وغيرهم من أحمد بن دؤاد وعمرو بن عبيد وغيرهم من المجارمة وعلماء الضلالة. طيب
قال وإذا كان لا يجوز الخروج عليه لأنه مسلم، مش لأنه مسلم بس، لأنه مسلم ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تخرج، عرفتها؟ قال هل الإسلام شعار فقط لا يقتفى التطبيق؟ لا، الإسلام ما شعار فقط، ده من الإسلام، من الإسلام إنه الحاكم إذا ظلم ما نشيله، وده من العقل ذاته. أول حاجة من الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم شنو؟ عبد حبشي، ده في أمر الخلافة الكبرى يشترط فيها إنه الحاكم الكبير يكون قرشي، فلو بقى الحاكم ما من قريش وتغلب، تأمر معناه شنو؟ تغلب، لأنه دي مفاعلة من الغلبة ومن الإمرة، يعني بالرجالة وبالسيف، ومسك الحكم واستتب له والأمن، البلد كلها أو غالبة بقت تحت يده وبيقدر يتصرف فيها، وما في زول بيقدر ينازعه، فهنا تسمع وتطيع له، تسمع وتطيع لهذا الحاكم، عرفتها؟ لو انت قلت لا ما بنسمع ونطيع، نشيله برا. ليه؟ لأنه ما طبق الشريعة، البلد فيها فساد واختلاط. طيب انت لما تجي حتعمل شنو؟ انت معصوم ولا ما معصوم؟ يقول لك انا ذاتي ما معصوم. اها لو عملت غلط نعمل شنو؟ نشيلك برضو بنفس الدليل اللي شلت بيه والقبالك، صح؟ طيب لو نحن شلناك برضو وقعنا في معصية، الشعب يعمل لنا شنو؟ يشيلنا برضو، لانه حيشيلنا بنفس الدليل اللي شلنا بيه والزول اللي قدامنا، ونفس الدليل الزول اللي قدامنا شال بيه والزول اللي قدامه برضه اللي ورانا حيشيلونا نحن. وطيب لو ديلك برضو عملوا معصيه حيحصل شنو؟ الوران برضو حيشيلوهم، وهكذا يبقى البلد حتستغر بيتين، نحن يتفاهم بس تستغر بيتين، ها؟ البلد بتبقى فوضى وحتبقى ديون على المسلمين، حنا مرقنا نمرق زي ما الاحزاب اللي هنا بتجد كوري كده، نمرق ونمرق ونخرج ونخرج، حيتعصروا ولا ما حيتعصروا؟ حيتعصروا بعد شويه، حيمشي كوركو لحلف الناتو. انت قاعد نفترض معاك انه حلف الناتو حيقيف معاك وحيشيل الحاكم، طيب شال منك الحاكم وضرب الحاكم بسلاح، الطلقة دي بلاش؟ الطلقة دي بلاش؟ الصاروخ انت قال ما بدوك عليه ودين على البلد، انت قال الدولار بيغلى ليه؟ بتغلى ليه الأسعار؟ ها؟ ليبيا دي كانت من أغنى البلدان قبل الحرب، العربات فيها ما فيها ترخيص ذاته، عربيتك بس لو لستك نزل ممكن تشيل لك عربيه وتتخارج وبيدوك دعم، عرفته؟ نحن ده ما بالنسبه لنا كفايه عشان نقر القذافي، لكن انا دار اوريك الحال حيتغير كيف، البلد حتغلى وحتبقى ديون للكفار على المسلمين، ما حتقدر تتقدم. الليله نحن سبب عدم النهوض بتاعنا شنو؟ في تصدير ولا ما في تصدير؟ في تصدير، لكن عندنا ديون متراكمه علينا، ديون. يعني الليله لو ما الموضوع في الحاكم يبقى منه، لو انت جيت هل حتصلحها؟ بركه ما في. ولذلك الناس لو دايره البركه تتوب وترجع الى الله، عشان كده الحسن البصري قال لما شكوا له والحجاج، قال لو ان الناس، او تكلم عن فتنه عبد الرحمن بن الاشعث، قال لو ان الناس اذا ابتلاهم الله بالسلطان فزعوا وتابوا الى الله لاوشك الله ان يكشف عنهم، ولكنهم يفزعون الى السيف فيوكلون اليه، عرفته؟ فما جاءوا بيوم خير قط. وابن عمر وانس بن مالك رضي الله عنهم كانوا مقرين للحجاج بالبيعه، ما كان بيخرجوا على الحجاج. طيب قال ما هي اقوى الكتب في الرد على خوارج العصر؟ والله بتلقى كتاب، كتب كثيرة طبعا، ومؤلفات العلماء، خاصة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحتى قبل ابن تيمية رحمه الله الإمام البخاري وغيرهم، وقبلهم ردوا على الخوارج كتب السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، والسنة لشرح السنة للبربهاري، والشريعة للآجري، وما كتبه العلماء خلال هذه الكتب، أيضا كتاب صحيح البخاري بتلقى فيه رد على الخوارج ومسائلهم، فبتلقاه موجودة في من الكلام اللي بتفهم به تكفيرين وشبههم. كتب الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وكذلك كتب الشيخ أحمد النجمي وغير من أهل العلم، فدير ردوا على هؤلاء الخوارج. وكذلك فتوى للشيخ الألباني علق عليها العلامة ابن باز
وكذلك علق عليها الشيخ ابن عثيمين وتسمى التحرير في فتوى التكفير أو بهذا العنوان، ردوا فيها على شبه الخوارج وفهمهم المغلوط لبعض الآيات يفهمونها على غير فهم السلف الصالح فظلوا بذلك. عرفتها؟ قال دارين دورة في شبه التكفيرين، ربنا يسر. طيب قال هل يمكن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان يتمثل بصورته؟ يا أخوانا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ممكنة، لكن العلماء قالوا بشرط إنه الإنسان يقرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة، يعني تمشي تفتح كتاب صحيح البخاري صفة النبي صلى الله عليه وسلم شكله يعني، ومثلا كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أو غيره من كتب السنة أو السيرة بتلقى فوقها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصفوه وصف دقيق. فإذا كانت هذه الصفة التي رأيتها على وفق ما جاءت في السنة وما نقله أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فأنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بشرى خير. وأما إذا رأيت أحدا ومجرد برؤيتك وقال لك أنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدق حتى تعرض ما رأيت على هذه الصفة الواردة، لأنه في ناس كتار بالموضوع ده يكذبوا على الناس، زي واحد اسمه شيخ خليفة ده برضو بيتكلم في المولد في مدرمان قال والله وبالله وطالله قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاني وقال لي يا شيخ خليفة والله قال الرسول شيخني والجماعة تحت بيبكوك وقال لي قال أضمن بضمانتك. تعرف أضمن بضمانتك معناها شنو؟ معناها شيخ واحدين مصدقين أضمني يا شيخ أضمني يا شيخ من لك شنو ضامن روحه يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات عثمان بن مضعون شهيدا جاءت أم السائب رضي الله عنها وقالت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي ولا بكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وده من باب التواضع لا شك، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الأمة صحابية جليلة يعلم الكلام ده، كيف يجينا واحد زي ده يقول لي الرسول قال لي اضمن بضمانته قال كنت نائم قال والرؤية دي حكيت لي فلان وفلان ذاته شافه قال كمان في البطانية في ويرلس ولا عمل لك شبك لك الشبكة شفتوها مع بعض. المهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال جو ناس كتار قالوا ديل منو وديل منو قال بعد شيء قال والله زول كذاب يحلف اليمين الغموس على الباطل والدجل. قال بعد شيء قال جو الصوفية قال بيطارات وبينوبات مش عرفتها. قال كل جار يا ناس ما تكذبوا علينا ما تكذبوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم بيرضى الكلام ده؟ ما بيرضى طارات ونوبات وتفرقة وصوفية وهوس عرفتها. فده كله من الباطل، فكون الإنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يراجع الصفة المشروعة. طيب معلش أخواننا نختم بسؤال لأنه الزمن يتأخر. طيب نذكر الإخوة إن شاء الله بحلقة السوق العربي هنا الليلة بعد العصر، بقية جم كبري الحرية شرق وطوالي هاي من غير ميكروفون إن شاء الله لغاية ما ربنا يسر. بقية الأسئلة إن شاء الله يجاوب عليها في الأسبوع القادم. بارك الله.